بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنقدم لك نفسي السيد إدريس أقا العدريون، الكاتب العام الجهوي لنقابة أرباب وصاحب الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة تطوان، والممثل العام لأرباب وصاحب نفس الشاحنات في المغرب، المنضوي تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل. نعلن اليوم أن الإضراب مستمر إلى غاية تحقيق المطالب. هناك سيتم تمديد الإضراب اليوم، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنقوم بالإعلان عن الإضراب المفتوح، وهذا الشيء الذي لا نرغب فيه، لأننا هنا قطاع المهنيين جميعا متضررين، قطاع الرمال مهلوك هلكا، فياج 30 درهم والمازوت كيسوى 11 درهم ونص، وما عندك لا في تخويت لا الرمله، شدوا على الرمله بالعرايش، شدوا على طنجه، حتى حاجه ما عندهم. اما نقل الخضر والفواكه، وجميع الارساليات هم خدامين فابور غارقين في الكريديات، الشيكات ديالهم مزرعين في المغرب، واخنوش كيجمع الفلوس ديال الرباح ديال البنزين ديال المازوت. رئيس الحكومه لا يمكنه ان يكون يعني رجل اعمال في ماده المزان ديال المازوت ويكون هو اللي كيتحكم. حنا كنقولوا نحن جنود ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، كنطلبوا منه الاعفاء الفوري لرئيس الحكومه من اجل يعني فشله. هذا السيد هذا خطر على الشعب المغربي، خطر حتى على الحزب ديالو. حنا الحزب ديالو نكن له الاحترام، لكن يجي شي واحد اخر اللي عنده يعني الغيره على الملك ديالو وعلى بلاده وعلى الشعب. حنا عاش الملك، عاش الملك. حنا كنقولوا له الباب الحوار. نظرك انه اذا مشى عزيز اخنوش عيشي رئيس اخر احسن. اذا مشى عزيز اخنوش ها هو السبب. علاش؟ مادام انه هو اقوى رجل، اغنى رجل، ملي مقابل في المازوت شابر المازوت الوزير الاول راه هيكون كيتحكم فيه، هو دابا حكما وخاصما في النظر. الا كان القاضي كتخاصم معاه انت هو اللي كيحكم عليك، باش يحكم عليك؟ هو غضب بالشعب واش فهمتيني؟ وثانيا شوف، ربما العلاقه ديالو مع القصر مزيانه، لكن العلاقه ديالو مع الشعب المغربي كلها ماشي مزيانه. اذا حنايا ماشي ضده كمواطن، حنا ضده كرئيس الحكومه يمشي بحالاته. هذا السيد هذا عاد كيقول كيصرح في القبه البرلمان كيقول بان خصو يتفاوض مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب. الاتحاد العام لمقاولة المغرب كيمثل القطاع البنكي، كيمثل الشركات العملاقه، لا يمثل الشعب. اذا حنا عندنا النقابه ديالنا، عندنا الجمعيه ديالنا اسبروكر، جميع الجمعيات خصهم يحضروا ويحلوا هذا المشكل. الى نظركم ان هذه الوقفه هذه غيكون عندها شي استجابه؟ هذه كنعبروا كنقولوا للملك ديال المغرب، الملك ديالنا العزيز، كنقولوا له حنا مهلوكين ها خرجنا، حيت لابد من حاشيه الملك. هتشوف هذا الخطر اللي كنهضروا عليه. هنا حنايا ما عندناش شي تعسفات، دابا ما بقيناش كنشيطنا والو، القوت اليومي مشى شكون اللي دا الربح؟ دا اخنوش 6 درهم المازوت يقدر يخلي لنا شويه المواطن يكون مزيان. اما دابا هذا الارتفاع اللي كاين ديال المواد الغذائيه، شنو السبب ديالها؟ الحديد النص الحديد الكبير واقف. خدامين اصحاب المخدرات هما اللي خدامين، اصحاب المخدرات هما اللي خدامين. علاش؟ ما كيهمهمش المازوت، المازوت حنا كنمشيو به كنشريوه ب 11 درهم حتى هو كيشريه. اذا لو هو متضرر على الاقل يبقى يعني علاش ما بديتش؟ معروفين. علاش؟ انسان انا ماشي كنشكي بشي حاجه، كنشكي بواحد المازوت، وانا عندي الرخصه بحالي بحالك. الا تينا مسلكك ب 11 درهم ونص قول لي علاش. اعطيني شحال كتخدم، اعطيني الطريفه ديالو. الطريفه دابا حاجه ماشي هذه. علاش شي حاجه ماشي؟
كنديو الفياج من طنجة لكادير ب 10000 درهم 10500. هنا الرملة فياج شحال 50 درهم بالردمة. جري عليك القايد، جري عليك الباشا الشيخ نقدم على فايز 50 درهم. ما عندناش فيها على خويه وتوره ما عندكش فيه تخوي التوره. حنا طلبنا بين المطالب ديالنا بالنسبه لقطاع نقل الرمال ديال طنجه كاينه عالف كامل وزياده كلهم مضيعين الكبير والصغير. اذا فين بغيتي نمشيو؟ اللهم الوقوف المسؤولين المسؤولين شادين عليهم في المكاتب ديالهم. سيطيحوا المازوت. المازوت من جهه، هذه من جهه، احنا ما نقدروش. الناس كيخلصوا الواجبات ديالهم، وعاد المشكل الكبير اللي كاين ان المسؤولين كيقول لك ما خصهمش الاضراب. بلادنا كتمر من الجائحه وكذا. حنا كنجيو نعملوا الجائحه ديال سي بي ار ب 400 درهم، السكانير ب 1500 درهم، ما نجيبو. انا مرض دابا عاد هذه اسبوع. بناتي كيخدموا في القطاع الخاص خلصوا الطبيب ديال 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 السكانير وكذا 4000 درهم. انا كنت موت، الحمد لله ربي عطاني القوه باش نواجه هاد الاعداء الوطن والاعداء المهنيين، واستمر في هذا الكفاح الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.